السلام عليكم خويا، انا راه هاد الناس عندي واحد المشكل مع واحد العائله ديال الزوجه هنايا، مشادين ليا ولادي مخبينهم عليا، كيحرضوها هي باش انا باش تشت لي ولادي. دابا خارجه من الدار، خرجت تقريبا هادي واحد راه من شهر 11 ديال 2020، تنصيفط مع الناس، تترفض الزوجه ديالي، تترفض انهم هاد الناس هادو ما عرفتش انا علاش باغي يشتوا لي ولادي، علاش محرضين على هادشي كاع كامل، علاش محرضين على التخريب. خلات لي الابن اللي في العمر ديالو 6 سنوات، خلاته هربات ودقدقت عليا الدنيا كاع كامله في الدار، وحاولت تستفزني بجميع الطرق باش تخرج حامله، بان باش مشيت تولد عند الاسره ديالها باش يحرموني من الجنين ديالي. وانا راه ما عمرني ما خليتها اصلا مشيت تولد في شي بلاصه، حتى الدري دابا اللي ولدته غير في دارهم، ما عرفت الحاله الصحيه ديالو كيفاش داير، ما شفتوش لحد الان، ما بغاش تخليه حتى في الحاله المدنيه، ما ساعدتني على الحاله المدنيه. الدري اللي دات معاه كتستهتر بالحاله الصحيه ديالو بالجلبه، ديت له الدفتر ديال الجلبه حطيته لها في المركز الصحي، وشديت لها الرونديفو، النهار ديال الرونديفو ما بغاش كنهضر معاه في التليفون، كتقول لي انا غادي نمشي نجلب ليه، وفي الاخر طالعه غير بوحدها. علاش؟ باش ما نشوفش انا الدري. انا شديت لي الرونديفو لحد الان، قالت لي انا شاده لي رونديفو، مازال لحد الان باقا ما جلبتش لي. والدراري الصغار معرضين لاي حاجه. واخا كي دايره الحاله الزوجيه ديالك، كيفاش تلاقيتي مع هذه السيده وتزوجتيها؟ هذه السيده هذه عرفتها كنت كنعرفها قبل الزواج، عرفتها قالت لي باللي راه الاسره ديالي ما مهلينش فيا، جارين عليا من الدار، هاكي وقع عليا وها وقع عليا وها وقع عليا. صافي حاولت نتفاهم معها، حاولت يعني عطفت، وما تخليتش على تزوجت بها، كانت نجت العلاقه عن حمل. تعرفنا مع المده طوال شويه، تزوج نجت العلاقه عن حمل، تزوجنا. ملي تزوجنا خويا هاد الناس هادو بحال اللي تزوجتي عاد عرفتي الوجه الحقيقي، يعني كيفاش كانت البديه؟ باش كانت البديه كان فيها الحياه، كان فيها الاحترام. صافي ملي تزوجنا ولات وحده اخرى. السيده ما كتبغي تساعدك لا على شي انت ما كتبغي تساعد حتى شي حاجه. قلت لها كنتي محتاجه شي حاجه نفسي، شي علاج نفسي، ولا كنتي محتاجه كان عندك شي ضغط نفسي ولا شي حاجه. هي عاودت لي عندها معاناه قبل ما تعرفني انايا، قلت لك السبب ديالي هما الاسره ديالي، السبب ديالي قالت لك هي امي جرات عليا، خوتي جارين عليا من الدار. المهم حاولت انا نعطف بالنسبه لهذيك المعاناه اللي هي دازت منهم. شنو الملامح اللي بانت لك متغيره فيها من اللي خديتيها؟ الملامح اللي بانت لي كانت بانت مزيانه، بقات غادي مزيان حتى فاش تزاد الدري الاول. تبدلات وهي اصلا عندها واحد خوها باغا تعطيه واحد من ولادي، هذاك تابعني على ولادي، ومني انا ما بغيتش نعطيه رفض ليا، ولا من انا رفضت انا ولا هو ولا شاد معايا لي كونترير وغادي في الصف ديال اختو، لدرجه توصلت لهم بواحد المنظمه ديال جمعيه حقوق الطفل. فاش حاولوا يتواصلوا بالسيده، السيده دوزت لهم خوها دوز هضر معاهم، قال لهم انا اللي تزوجتها به. وانا شنو نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل في هذاك السيد هو اللي خرب لي حياه ولادي، هو والام ديالو. اش بغاو عندي انا؟ انا عندي حياه، عندي ولادي هما حياتي، الوليدات ديالي كتمشي كديهم، مؤخرا تكشف عندهم مرض جلدي. هذاك المرض الجلدي امتى تكشف؟ تكشفت مشات هي تبنات لواحد الابن، تبناته لخوها، ولد علاقه غير شرعيه، هي اللي رباته لي. كنا ساكنين في المحمديه، حاولت بقات كتقلب لي مني انا ما بغيتش نعطيه دري، حاول هو يستغل اختو تقلب لي على دري يتبناه، وما عندوش الذكور، عنده غير البنات. وانا رفضت ليك، علاش تبقى مستغل الاخت ديالك واللي هي مرت الراجل، يعني الزوجه ديالي بدون استشاره ديالي انا؟ ودابا هو فاش دابا هو علاش دخل هو قال لك انا ما عمرني قلت ليه، انا متابعه قضائيا، قال لك ما عمرني قلت ليه انا اعطيني واحد من ولادك. نكرر انت دابا كتقول الاسره ديالها هي اللي مسبيه في هذا المشكل ديالكم انت وياها، شنو الهدف ديالهم هذه الاسره؟ الهدف ديالهم هما يحيدوا لي ولادي. وخوها كيقول لي شوف طلقها، والله ما طلقتهاش نحفر لك حفره اللي ما طلعش منها، طلقها جيت تاكل وتشرب هي ولادها. هاد خوها هذا اللي باغي يتبنى ما عندي دري انايا، يعني شنو الهدف ديالو؟ انت كتبغيها ما بغيتيش تفرط فيها. انا بغيت السيده بغيتها ترجع تجمع لي ولادي. وخا هي هما راه وصلوها لواحد الحاله لان قلت الاحترام بزاف عليا. انا كتعامل معاك خايب، باقي باغيها ترجع عندك. ضروري انا بغيتها ترجع، ضروري خص بغيتها ترجع. بغيتها ترجع. شحال من ولد معاها؟ عندي معاها ثلاثة الأبناء. ثلاثة أبناء يا أستاذ. ثلاثة الوليدات والمولود راه ما شايفوش دابا لحد الآن. المولود عندك وجوج عندهم؟ واحد عندي وجوج عندهم. هذاك اللي عندي تتعرض للتعذيب. شنو بغيتي دابا؟ أنا بغيت من الجهات المسؤولة وكنوجه
كنوجه النداء ديالي للجهات المسؤوله، كنوجه النداء ديالي للسيد وكيل الملك، كنوجه النداء ديالي لجلاله الملك نصره الله. وحنا راه في دوله الحق والقانون، راه عندي الثقه ديالي في القضاء. بغيتو ينصفني؟ انا راه ضاعت لي عام من حياتي، مخليه لي ولد مقابله بالقرايه ديالو بالماكل بالمشرب، هذه في حد ذاتها جريمه. هذه الابن وحاولت جوج ديال الخطرات باش انا باش تجي وتبغي تاخذوا ليا، وطلعت امام الدرك الملكي وشافوا رشادات على الدرك الملكي ديال بني خلف، شافها هي حنا دايره راسها مطروده من الدار. عيطوا ليا مني مشيت، الولد شافها قالوا لي راه السيده جايه تاخذ الابن ديالها. مشيت عندهم قالوا لي عندك مشكل مع المراه، راه هي فين هي، عطيها ولدها. ما هذه قلت لهم انا ولدها ما قالعوش ليها. هو قلت لي حاول تشوف سير عند امك راه هي فين هي، شافها يا استاذ هرب ليا الشانطي، دخل فيه هستيريا. شنو فضل يمشي يشوف يمشي للطوموبيلات ويمشي للشانطي، ما يعاود يرجع هو جيت الام ديالو. يعني ديك الناريات عشت شنو نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. انت دابا مقابل شنو تقد تقول ليها من هذا المنبر هذا؟ هي كتشوفك دابا. هي من هذا المنبر هذا تنقول لها خاطبه هي دوي معها هي من هذا المنبر تنقول لها اتقي الله في هذوك الوليدات. انا ما اتقيش الله في، انا اتقي الله في هذوك الوليدات، راه ماشي ديال التخريب. ولادي انا راه ماشي ديال التخريب، راه ماشي ديال الاهمال هذا اللي هاملاهم. انت راكي كتعرفيني كيفاش داير على ولادي، وعلاش وصلتي ولادي لهذ الحاله هذه، وعلاش دمرتي لي الحياه ديال ولادي، وعلاش ولدي ادم انا كتجري العائله ديالك كيعذبوك كيرفسوك، كتحاولي ضروري مازال باقا باغا تجري لعندهم. ويعني هذاك الابن راه كبر ولا تيعرف. علاش هي هربت منك؟ واش مبلي ولا ما بقاتش ثقه فيك ولا شنو؟ ولا ما خدامش؟ خدامه استاذ، خدام بخير وعلى خير. السيده هربات قالت لك هي اصلا في الاول قالت للجيران، قالت لي انا غادي نمشي نشوف غير با. جات بركات عند العائله ديالها هنا، بركات دير في الدعاوي وصافي ودير في الشكايات. وانا ملي مشيت لدارهم مشيتي عندها انت باش ترجعها؟ لا ما مشيتش عندها استاذ، انا ما مشيتش عندها. الدار ديالهم ما مشي على علاقه بيني وبينهم، مشي على علاقه طيبه. قال لك اصلا هما ما تيحملونيش. عيطتي لها في التليفون باش ترجع مثلا؟ عيطت لها في التليفون. انا اصلا تبعتها هذيك النهار، هي تبعتها وتلاقيت بها في الطريق، حيت كنت بديت ولدي عند الحلاق، ومني رجعت ما لقيتهاش. وفاش تبعتها لقيتها عند الطاكسيات جايه غدا لدارهم. حاولت نهضر معها بلاتي احسن، دخلت عليا بواحد واجهتني بواحد الوجه، بقات كتقلل الاحترام ديالها عليا، وغا عندي ساروت واحد ديال الدار غادا بيه لدارهم. اذا ما بقاتش بغاتك؟ قالت لك ما بقاتش هي، هي قالت لك ما بقاتش بغات. وشويه كتعاود تقول لي متناقضه في الكلام ديالها، هي مضغوط عليها. انا كنتلاقى معها على برا كتقول لي غادي نوريك ولادك. شويه كتعاود تمشي، ما كتبقاش بغيت تدوز معايا حتى في التليفون. كيكونوا ولادي داوين معايا في التليفون، كيدوز شي واحد من الاسره ديالها من حدا كتقطع التليفون. خاصهم ما يسمعوش الابن يقول بابا ولا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.